مهاني منورنا. نورنا كابتن النهارده. محمد، اخبار حبيب صحتك قلبي، ايه؟ حبيب قلبي، عامل ايه؟ تمام حبيبي، منورنا. ايه والله. رايك في جو الريف اللي اجمل حاجه في الدنيا، وانا كنت حابب كده. احنا رحنا امريكا، لا هنا رحنا الجو مصر، مختلف في خالص. القاهره، ورحنا في كل حته لفينا. هنا مختلف دي خالص. الطبيعه، وهنا دي الجمال. بقى، ده بقى المنظر اللي هو يعني رباني عن ربنا كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. حبيبي، زي عم الفل. شعبان، رحله وقصه احنا اتكلمنا فيها وعملنا فيها لقاءات كتير، بس اللي جاي عايزين من الاخير، من اللي لسه حاصل. هنتكلم النهارده عن رحله اولمبيا 2021، عدت عليك ازاي؟ طبعا انت مشارك فيه. انت جزء من الحدث يعني. انا هي نقول هي بدأت من شهر 5، اول ما لعبنا بطولة كاليفورنيا، وحبينا ان احنا نحط لنفسنا هدف وخطة كتيم، كناس بتشتغل مع بعض كلنا مشاركين فيها، ان احنا نكون في مستر اولمبيا السنة دي، وان احنا نحاول نكون في التوب 10. وطبعا بدأت بشوية صعوبات، ان احنا ما تأهلناش من اول مرة، والكل كان بيحاول يعني يزقك لقدام او يدفعك للافضل، وبتحاول ان انت تقدم. الميزة ان كان عندنا ناس في ظهرنا، كانت فارقة شوية، لان كانت بتحس ان انت مسنود يعني. يعني انت قصدك ان اللاعب دلوقتي فعلا زي ما بيقال ان هو مبقاش عضلات بس، قد ما لا بتبقى باكج كامله باكج بقى. كاملة، ممكن تكون يعني زي ما بقول لك ذا بيست بادي، بس ما تكسبش، لان ما انتش جايب الدنيا كفانز. طبعا السلام ده عليكم. عادي عادي عادي، صباح الفل يا رجاله، صباح الفل. فكفانز، كسبونسر يعني، عشان احنا زي ما انا قلت قبل كده، لما عشان تبقى بطل في مكان لازم تكون مؤهل لدي. يعني ما ينفعش واحد يجي النهارده من اول ما يطلع الستيج او لسه جديد ما عندوش فن، وياخد بطوله، مثلا بطوله مستر اولمبيا او بطوله محترفين، الموضوع هيبقى شويه صعب. ليه؟ لان لازم تكون انت مهيئ لكده. زي الكوره، في ناس بتروح تحضر ماتشات لما يكون لاعب معين هو اللي هينزل يلعب الماتش، صح. فالناس بتشوف فعشان تذاكر وكده. لان كلها قايمه، بغض النظر، كلها قايمه ان دي في الاول وفي الاخر بيزنس، ما هم بالظبط، هيدفعوا للعيبه منين هي بتبقى يعني. قائمه للسبونسرز وفي نفس الوقت قائمه لبيع التذاكر للناس المتفرجين او المشاهدين، ان هو عرض شو يعني صح. من الاخر. فان لازم يكون البطل هو جايب الباكج كامل، هو مؤهل معاه كل حاجه، مش بس ان هو طب ممكن. محمد شعبان قدر يوصل للباكج دي ولا لسه؟ بالحاجتين؟ والله يعني اقدر اقول يعني شويه نص نص. يعني في امريكا الحمد لله وضعنا كويس، في مصر يعني الحمد لله كل اهلنا معانا، بس لسه شويه، لسه محتاجين نقدم شويه افضل، محتاجين نظهر يعني احنا عندنا اللي هو هدية من ربنا، اللي عندنا السيمتري عندنا، بس محتاجين ان احنا كمان نشتغل اكتر، نظهر بشكل افضل. معانا النهارده بنشتغل كتيم، تيم قوي. ما انا لسه، احنا لسه هنيجي موضوع الانضمام بتاع التيم ده ونتكلم عنه شويه، يعني بس هي انا قلت ان يعني احنا ناخد رحله اولمبيا عامه بس يعني. في امريكا يعني الحمد لله، يمكن انت شفت ده يعني، الحمد لله لا عندي. الدنيا فرقت عن زمان شويه. الدنيا عندي، في ناس هناك كتير بتعاون، في بقى ليك فانز، بقى ليك جمهور، خصوصا ان انت بتتمرن مع تشارلز جلاس، فالدنيا شويه اختلفت. بدات تفهم الدنيا ماشيه ازاي، بدات تختلط وتخش في الامور، انك انت تتعرف. ايه اللي فرق في عالم المحترفين يعني باحتكاكاتك البطولات المؤهله لاولمبيا واحتكاكاتك السنه دي في 2021 مع افضل يعني صفوه الصفوه زي ما بيقولوا، اللي هو الفرونت لاين؟ الفكره كلها كونك محترف وقاعد في مكان مغمور ومنتش باين، ويا دوب بتشارك في البطولات، الموضوع شويه يبقى صعب. لازم يبقى في احتكاك، لازم تظهر الناس، لازم الناس تشوفك، لازم الناس تشوفك كسبورت دايما في البطولات، لازم تزور هنا وتزور الناس، هي قايمه على كده، على التعارف، لازم الناس تشوفك على طول، تشوفك يعني انت يعني الكلام اللي انت بتقوله ده بيتعارض مع فكر مثلا دوريان ييتس. دوريان ييتس كان قافل على نفسه في الجيم، يطلع كل سنه ياخد الساندو في اولمبيا ويرجع، لا مجله بتعرف تتصور معاه ولا حد بيعرف يوصل له. الوضع اتغير دلوقتي، الموضوع بقى متغير، الموضوع بقى متغير. الايامها غير، كبزنس كان غير، كبزنس غير، فاهمني؟ فالموضوع اختلف. النهارده لا، النهارده الجمهور بقى اكتر،
ايوه السوشيال ميديا بقى تختلف عن زمان. ايام دوريان لسه ما فيش سوشيال ميديا زي النهارده. النهارده السوشيال ميديا بتتحكم في الوضع. السوشيال ميديا لها راي. السوشيال ميديا عليها هي اللي قايم عليها النهارده اي رياضه النهارده. ما هي دلوقتي لو الشركه عايزه تبيع لازم يبقى النجم بتاعها السوبر ستار يعني, يعني لازم يكون عنده الفولورز يقدر يسوق. فهي ده اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه باكج. انت جايب باكج كامل من واحد مش جايب بس عضلات, لا واحد جايب عضلات, فانز, جمهور, عنده فولورز, كل حاجه, سبونسر, كل شيء. يعني من ضمن الحاجات اللي انا عايز اعرفها, انت قبل اولمبيا 2021 لعبت كذا ماتش؟ لعبنا اربع ماتشات. اربع ماتشات, اربع ماتشات, والاربعه كانوا يعني ماتشات قويه. يعني عندك كاليفورنيا برو, بورتريكو, شيكاغو, انتم. اختلف الوضع في اولمبيا ان كان صعب انك تزيد عضل في الوقت ده. فلازم كان تقدم, كان قريب, كان قريب وخلاص انت جسمك بدا يتعب, فلازم تقدم شيء جديد. فكان اللي انا شفته من وجهه نظري ومن وجهه نظر المدربين ان كان لازم نختلف بشيء, يعني نقدم شيء مختلف. فاشتغلنا على البادي وورك ده اللي قد مرتين ثلاثه في الاسبوع, فده اللي فرق معانا شويه. لان يعني ده شيء ما كناش بنعمله باستمرار. يعني بالنسبه انت البادي وورك اللي هو قصدك العروض اللي هو نفسها. لا اللي هو المساج. المساج. ايوه مساج اللي هو الثيرابي والمساج. والكايروبراكتر. بدانا نشتغل على ده بشكل مكثف اكتر, لان في لعيبه تحس ان اللاعب واقف ناشف كده. غير ان البوزنج اشتغلنا عليه برضو كمان شويه. فده اللي فرق, ده اللي كان هو ده السبب الاختلاف شويه. لان انت ما عندكش حاجه تقدمها جديده في وقت قصير لا هتقدر تزيد عضلات ولا هتقدر تجيب كثافه. مفيش وقت. فكان ده اللي يعني التفكير الذكي في الوقت ده ان احنا نكثف الشغل على الموضوع ده. ايه اكتر حاجه عدت عليك صعبه واحنا رايحين لاولمبيا؟ يعني كان في حاجات اكيد بتبقى صعبه عليك. ايه اكتر كانت حاجه صعبه على اولمبيا امريكا؟ الاصابه اللي كانت عندي. الاصابه اللي كانت عندي كانت ساعات بتخليني خلاص يعني مش قادر اتحمل, مش قادر اكمل. بس الاصابه دي كانت نتيجه الاصابه انا والله فجاه اسبوعين او ثلاثه اسابيع قبل اولمبيا حصل اصابه. مسكنات, رحنا المستشفى كام مره, خدنا ابر كتير تسكن, مفيش فايده. بس كان صعب عليا قوي ان اضيع تعب الاربع ماتشات اللي قبلها وتعب الناس اللي معايا. فكان لازم اتحمل, لازم اطلع على الستيج احاول اظهر بشكل بافضل ما عندي رغم تعبي. فده كان اصعب وقت بتحمله وانت رايح التمرين مصاب تعبان مش قادر تتحمل من الالم, مش قادر تنام من الالم. ده كان اكتر حاجه لانك عايز تظهر بشكل افضل وفي شيء عمال يعني نغص عليك حياتك. فده هو كان اكتر وقت صعب. لما دخلت في مسرح اولمبيا وتنادى عليك محمد شعبان, ايه اكتر حاجه كنت انت بتفكر فيها في الوقت ده؟ خليني بقى اطلع اطول منك
اكتر كانت حاجه في الوقت ده كنت انت بتفكر فيها وانت داخل مسرح اولمبيا؟ لان احنا انت عندك في اللاين بتاعك في معاك اتنين مصريين، كابتن حسن مصطفى وكابتن رامي، ايه اكتر حاجه كنت بتفكر فيها في الوقت ده؟ اكتر حاجه كنت يعني انا عملت اللي عليا اول شيء، بس كنت بفكر ان يعني احاول اركز واظهر بافضل ما عندي، مش بس عشان نفسي، عشان كل الموجودين، عشاني، عشان كل الناس اللي قاعده بتشجع، عشان اللي وراك، عشان التيم، عشان المدرب، عشان زوجتك، كل حد، كل شخص حاطط امل فيك النهارده، انت يعني انت الوحيد اللي متحكم في ده النهارده، فلازم تظهر بافضل ما عندك. كان هي دي، هو ده، كان ده كل تفكيرك، ازاي تخلي الناس دي فخورين بيك، ازاي تخلي الناس ديت مش شايفين انت ما قصرتش. فهو ده كان كل الضغط النفسي والستريس، هي دي، هو ده الالم بعينه. هل فرق معاك وجود بعض من الجمهور المصري معاك وعلى راسهم طبعا اسلام قرطان؟ اكيد كنا احنا الموجود، يعني كان عصب وانا واسلام واسلام وبودي ورضوان وناس كتير، كوكبه كبيره، فرق معاك الكلام ده؟ اكيد ثقه. ايه بقى الثقه؟ حاسس ان في ناس معاك، في ناس بتدعمك، في ناس بتشجعك، في ناس لما تيجي عايز الكراود، عايز الجمهور، في ناس انت عارف ان اخواتك واصحابك موجودين، هم دول بيمدوك بالثقه، هم دول اللي انا كنت بسمع كل صوت، واقف بسمع صوت هاني، بسمع صوت عصب، بسمع صوت كل شخص بيتكلم، سامع صوته ومميز الصوت ده صوت مين وده صوت مين. فده هو اللي بيقول لك شمال شمال يمين يمين، هو شايفك، هو ده المرايه بتاعتك في الوقت ده. طب والحته بتاعت لما دخلنا بقى في منطقه الفايتس بقى، اللي هي ايه البوز داون، ابتديت تخش في وسط اللعيبه ولازم تعرض نفسك وتطلع عن اللعيب، لازم تعمل شو من الاخر، الحته دي فرقت معاك ازاي وجود المصريين معاك؟ يعني كنت انا الاعلام بتاعتنا انا كنت حبيبها جدا، خصوصا كمان ان انا كنت حابب ان انا اكون يعني ان احنا ناخد الصوره كمصريين، ان احنا الثلاثه اهو وناخد صوره جماعيه، وان احنا بوزنج توجذر، فايت توجذر، يعني فاهمني. فكانت هي ده كان هو ده كان هدف البوز داون في ساعتها، ان احنا نكون مع بعض ونظهر في صوره واحده، وان احنا نوري الناس اهو ده المصريين جنب بعض، دول موجودين. فهي دي اللي كان الهدف، ان ما تضيعش الفرصه من غير ما نكون جنب بعض في صوره واحده او في صوره تجمعنا، هي دي كان الهدف في الوقت ده. في مشهد انا شفته، يعني انا شفته بعيني، انت واقف بتنافس مع حسن مصطفى ورامي، ولما بيطلعوا في المقارنات بيطلعوا في اللاين اللي قدام لازم تشجع. انا شايفك واقف جامد يا رامي، جامد يا حسن، جامد يا رامي. ما هي دايما انا بحب حاجه، الانانيه مش مطلوبه، لان الانانيه هتخسرك وتخسر غيرك. الفكره كلها لازم تكون صريح مع نفسك، ده وقت البطل الفلاني، فلازم تكون صريح مع نفسك، لازم تشجعه عشان لما يجي وقتك تلاقي حد تاني يشجعك، زي ما هتعطي زي ما هتلاقي حد يعطيك في الوقت اللي انت جاي فيه. اما الانانيه اذا ما حبتلوش الخير، ما في حد تاني هيكسب، مش انا برضو اللي هكسب. يعني لازم اكون صريح مع نفسي، مش انا اللي هاخد، مش انا اللي بنافس. امتى الانانيه بقى والحب النفس؟ ساعتها هتكون، ساعتها لما تكون انت اللي بتنافس على المركز الاول، ساعتها انت بتفضل نفسك افضل شيء. ايه اللي فرق ما بين وجودك في امريكا ووجودك في دول عربيه ووجودك في مصر تحضيرا كلاعب كمال اجسام؟ انا حسيت اني بروفيشنال اكتر في امريكا لما رحت امريكا، عشان هي لعبه امريكيه يعني مش مساله لعبه امريكيه، لا هي لعبه ليها شعبيه، ليها شعبيه هناك اكتر، بس انا حسيت بالاعتناء اكتر هناك. عارف انت لما لقيت ناس تامن بيك، هي دي الفكره كلها، انك لقيت حد يكون مؤمن بيك، حاول يدعمك بحب، حاول يساعدك عشان شايف فيك ان انت ممكن تكون شيء كويس. فهي دي اللي فرقت، غير ان الامكانيات كل شيء شويه، الاكل مثلا بيفرق، الاكل موجود، كل حاجه لا متاحه بس سهله شويه. اصل انا يعني عندي فكره، مصر احنا عندنا طبعا بلدنا فيها كل حاجه وكل خير وكل شيء. انا مثلا الفكره دي كانت دايما بتطرح، لا
لا قبل ما رامي كان ينزل يعيش في مصر دايما كان يقول لك لا الموضوع هيبقى صعب في لا الموضوع انك في تعيش في مصر. رامي جاب اولمبيا مرتين انك انت تعيش في مصر شيء وانك انت تكون بتيجي زياره لمصر شيء ثاني. طبعا اللي عايش في مصر يقدر الناس, الناس مش ضيف مش فاهم اللي جاي ضيف يعني وقته عايز يقضي يسعد اللي حواليه عايز اهله عايز ده عايز يزور الناس عايز يخرج فبيبقى شويه صعب انه يقدر يجهز. لكن لما تكون مقيم وخلاص انت حطيت نفسك في في في, في مود معين وروتين معين هتقدر تلتزم وخصوصا ان احنا متاح عندنا كل شيء يعني الاكل عندنا اكل يعني مفيش فرق ما بين ان انت تحضر هنا او تحضر هنا هي الفكره بس ان انت تبقى مقيم في مقيم وعندك الامكانيه الماديه لكده برضو انت كده كده عندك الامكانيه متوفره خلاص بقى يعني انا حابب ان انا ابارك لك في المتاخر شويتين ان انت طبعا انضمامك لتيم كي او سكواد اكبر تيم في الوطن العربي دلوقتي ومحققين انجازات وعندهم 16 محترف والنقطه دي فرقت كتير. ايه بقى كلمني عن النقطه دي شويه. تعال فرقت بقى ان انت ليك ظهر يعني ليك حد بيسندك ليك حد بترجع له ليك حد حاسس انك اول ما تقع هتلاقي في حد بيسندك. ايوه هي دي النقطه هو ده الدعم حد بيكلمك بيهتم لامرك هتلعب ايه هتروح فين وضعك ايه بتختلف معاك نفسيا قبل ماديا كمان. تحس ان انت لا انا لو في حاجه هتكلم التيم هكلم بتحس ان انت فيه سبورت جامد يعني هي دي النقطه اللي محدش فاهمها. السبونسر مش بس ماده السبونسر لما يكون تيم مش بس فلوس السبونسر هو الدعم المعنوي اللي ورا القصه دي كلها. كلمني كي اي سكواد يعني كي اي سكواد اضافت لك ايه اشرح لي انت من وجهه نظرك هل اضافت معنويا ماديا اضافت من الاثنين اضافت معنويا طبعا اول ما بدانا تيم كي اي سكواد وطبعا كنت انت السبب في لا ما سبب ولا اي حاجه انت لاعب مميز وهم فريق مميز انا كنت سبب في لا بس انت الشباب كان همزه الوصل انا ما عملتش اي حاجه لا الراجل ده هو سبب همزه انا ما عملتش اي حاجه توفيق ربنا حلو بس في اسباب هم تيم محترف فما فيش لا 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 في اسباب في بس غير قول لي بقى الاضافات المعنويه اللي انت شفتها بعيده خلي الماديات خلاص احنا عارفين ان تيم كي او سكواد من اكتر التيمات اللي يعني عقودها محترمه جدا بس عايز اقول لك على حاجه الدعم المعنوي اللي انت حسيته بقى لان احنا دي ان حسيت ان انت وراك ناس بتتكلم عليك وراك ناس بتنشر في مصر وتوصل في مصر اللي انت بتعمله حتى البوست بيفرق معاك معنويا ان انت بتلاقي حد بينشر لك ويدعمك ويتكلم عنك ويظهرك بشكل كويس دي بتفرق في معنويتك بيزيدك ثقه 200% بتخليك تخش ان انت على الستيج لا انا قوي انا مش لوحدي تاني هام بيبقى الدافع اللي انت عايز تشتغل تظهر بشكل كويس لان شكرا للمساعده مش هتكون شكرا باللسان شكرا بالانجاز فلازم تقدم حاجه كويسه عشان تقدر يبقى هي دي شكرا اللي انت بتقولها المردود هو ان التيم واقف معاك أيوه. انت بترد وانا برد ده بالنجاح بالمكسب بالاجتهاد فمش لان مش هترده بشكرا او هترده وانت قاعد في البيت لا هترده انك تشتغل انا بدعمك وبساعدك عشان تشتغل عشان تبقى عندك حافز اكتر عشان يبقى انت قوي اكتر فهي دي اللي فرقت الحته بتاعت اولمبيا والمسرح ولما الحكم يبتدي يقعد يبدلكم في اماكن ويعيد الجولات كل شويه السبع اوضاع تاني لازم تشد السبع اوضاع تاني وقع ده بيبقى عليك انت ازاي؟ هل بتتعب بسرعه؟ هل جسمك يعني هو على حسب الشخص انا يعني لا انا بالنسبه لي لان ببقى متعود على البوزنج كل يوم وبشتغل الاوضاع كل يوم في الجيم او جسمي من النوع اللي كل ما تعطيه بوزنج اكتر وكل ما يشد اوضاع اكتر هيبقى افضل وهيبقى انشف اكتر يبقى هارد اكتر بس بتفرق لما تشوف مكانك بيتغير هنا بقى الفرق تبديل بتاع ساعه يعني. ما تتبدل من مثلا من شمال لليمين او من يمين للشمال او بعدين تيجي سنتر او بتحس ان انت قرب كل مدى ما تزداد ثقه اكتر كل مدى ما بتحس ان انت خلاص قربت كمل اضغط على نفسك كمان فهنا بقى بتبتدي لكن اما بتبقى على الجنب شويه بيبقى المود بتاعك بتفكر هو انا لسه ليه هنا فكل ما تحط اللاعب في النص كل ما يزداد ثقته بنفسه اكتر موضوع البوزنج نفسه عامه يعني
احنا انا لفيت معاك الرحله كلها وشفنا انت بتعمل ايه، البوزنج نفسه والمدرب بتاعك، وحتى قبل ليله العرض يعني انت رحت برضو يشيك على البوزنج ويشوف تعمل ايه، لان انت ممكن يكون عندك عضلات بس مش عارف تعرضها. طب استنى خلينا نروح نبص على ده ونرجع تاني. ارجع ورشا. Good job. Good job. Side chest. Okay, relax. Let me see what happens when you pull the little bow right out. And the quad too. Do that again, baby. Yeah. There it is. Right. That's beautiful. And look at his quad on top. Yeah, of it. You see what I'm saying? All right, good. Good. That's good. Yeah. Lat spread. Good job. Side try? Yeah, that's on point. That's on point. Beautiful. Look at that. Right. Gorgeous. All right, done. That's just a, that's game over. That's crazy. Good. Okay, so good. وانت على مسرح اولمبيا كنت من ضمن الالوان المميزه، يعني التاننج بيفرق فعلا. اكيد طبعا. ايه الرحله بتاعت التان؟ عشان انا احنا طبعا مصورين وهوري الناس دلوقتي رحله التان، بس انت علق لي بقى واحنا بنتفرج كده على التان. هي الفكره كلها انك انت لازم تكون على حسب طبيعه لون بشرتك، على حسب انك اول حاجه بتاخدها انك بتشوف الماتش الاميتشر او بتشوف الماتش اللي هو اللي لعب اليوم اللي قبلك، الاضاءه عامله ازاي، اي من الالوان المميزه اللي انت حاببها، الغامق افضل، الفاتح افضل، فبتتعلم من الموضوع ده. فبتروح تشوف هتاخد كام كود انك توصل عشان تبقى نفس الدرجه اللي انت شفتها مميزه على الاستيج. فلازم تكون هنا، هي ده النقطة اللي تكون بيها يعني. وانت بترش قبل الماتش بيوم، قبل الماتش بيوم، لان طبيعة اي لون هو عبارة عن مية. فالجلد بيشرب المية دي فبتخش تحت الجلد، فلو انت حطيت التان في يوم واحد قبل الماتش انا بشوف ان الجلد هيبان انه صوفت، او يشوفك بقى الحكم او المش هيلاقوك يقول لك معبي شوية او هي ده. فلما المية تخش تحت الجلد وتخرج بيكون تاني يوم خلاص الجلد نسمى ساكت ان او ايوه يعني الجلد شرب اليوم يعني، الجلد شرب خلاص وانت خرجت المايه دي من جسمك، فبيكون افضل يعني. حيث ان انت لما تعمل تاتش اب قبل الستيج بيكون مايه بسيطه خلاص، اللي هو انت بتظبط قبل بس وتحط زيت برضه، وتحط الاويل بتاعك، اللمعه، بس اللمعه برضه لو زادت قوي هتبوظ الدنيا ويشوفك الجمهور ويشوفك الحكام معبي، لو قلت قوي هيشوفوك في الات يعني، لازم تكون مظبوطه يعني. كلمني عن عاشر اولمبيا، عاشر اولمبيا عاش اللحظه دي ازاي؟ يعني انت افضل 10 في العالم. ايوه عشتها ازاي؟ حلم كان يعني، بنتفرج على الناس دي كلها هي اول حاجه، كل حاجه بتمر عليك كحلم، ان انت كنت فين وجيت منين ووصلت لفين، ومش هو ده هدفك، ده خطوه من في حياتك انك انت عايز تكون افضل. فالاحساس طبعا هنا اول حاجه ان انت حمدت ربنا ان هو اعطاك اللي انت سالته عليه. بتحس ان انت كده حطيت نفسك على خطوة زي ما هي مفرحة هي صعبة جدا، لانك مطلوب منك انك تيجي افضل، مطلوب منك انك مش هتقف هنا، دي بس محطة لازم تتطور، لان يا اما ترجع ورا يا اما تتقدم، يا اما فضلت مكانك فانت فشلت. فانت بتفكر ان اللي بعد كده هو الاصعب.
انت التدريج يعني اي بني ادم عشان يحلم مثلا انه يكسب اولمبيا المفروض انه يتدرج يخش مثلا عاشر الغالب يطلع. لكل الناس يعني لازم تفشل كتير لازم تخسر كتير حالات معينه حالات فرديه اللي دخلت ودخلت التوب 3 مثلا من الاول او دخلت التوب 5 من اول مره لكن لو دخلنا على روني كولمان على الناس كله بدا من تحت حتى لما رامي لعب في 2013 ثامن سابع يعني خدها خطوات فلازم تاخدها خطوات عشان في الوقت ده بتكون بتبني اسمك عشان تكون مهيئ في لما يجي وقتك تكون مهيئ انك تكون بطل تكون انت بنيت اسمك ليك جمهور ليك قاعده جماهيريه كبيره ليك كل حاجه تكون الباكج كامل خلاص تبقى انت مهيئ هنا في اللحظه دي لعب كمان الاجسام لازم يكون ليه البيزنس الخاص بيه آه يفضل لان مش حياتك كبادي بيلدينج مش هتفضل مستمره للابد يعني وقت اي كل الابطال اللي انت شفتها خد مصر اولمبيا كلهم كل واحد عنده بيزنس لان حياته لما خلاص روني كولمان ما كانش عنده بيزنس كان عنده شغله كان شغال بس بعد اللي كده لما خلص استغل اسمه انه يعمل بيزنس فانا بشوف ان البيزنس افضل يعني انك تبتدي تبني بيزنس بجانب اسمك كل ما تكبر واسمك يكبر كل البيزنس بتاعك يكبر بحيث ان انت لما خلاص وقت اللي انت هترتاح فيه وهتقعد يبقى عندك شيء تاني انواع البيزنس عامه بيبقى ساعات بيبقى فيها ضغط عصبي فممكن تشتت اللاعب عن ان هو يبقى بيأدي عليه هنا بقى نقطه الناس اللي حواليك ازاي بقى يعني الناس اللي بتدعمك بقى يعني اهلك زوجتك كل الناس اللي اصحابك الناس اللي بتساعدك هل بتضغطك اكتر ولا بتحاول تخفف وتشيل عنك الحمل عشان تخليك تتفرغ للموضوع ده فاهمني وبعدين بيجي بقى انت كبطل انت عشان توصل للنقطه معينه لازم بتفحر في الصخرة او زي ما بنقول صح. بس بتتمتع باللي انت بتعمله ما بتستناش لما تخلص وتتمتع أي. لا كل لحظه فيها تعب وفيها شقه وفيها خليك استمتع بيها عيشها كانها طب على الشقه والتعب تشارلز كلاس بيتعبك في التمرين فعلا اكيد بيعمل ايه اشرح لي قول لنا انا أو بالنسبه للعالم اسطوره بس انت عشت بقى انا كنت مفكر نفسي يعني ما حدش يعرف يلعب معايا رجلين اول يوم كان تمرين ظهر انا افتكر تاني يوم بقى قلت بس انا لازم اقول له عندنا رجلين ولازم بقى اوريه انا تستعرض يعني انا رجلين فبصراحه يعني ما تخيش عليك انا لعب لي 3 تمارين انا قلت لهم اطلبوا لي الاسعاف انا حسيت ان انا عمري ما اتمرن الاسلوب في التمرين مش بس انك تزق اوزان او تضغط لا التمرين تكنيك وحس تاني بحركه واحده هو يغير الدنيا كلها فتبقى الاحساس دايركت على العضله بشكل ان هو انت بتعمل ربط عقلي ما بين المخ بشكل يعذب يعني بشكل ان الموضوع ده طلع الموضوع مش موضوع اوزان احنا ممكن يلعبك بالجهاز فاضي بس خلاص تموت في التمرين فهو فرق معايا جامد قوي في التمرين وبعدين هو بيبص عليك كل يوم يشوف انت محتاج ايه محتاج نقطه ضعف ايه محتاجين هنا نضغط نكثف التمرين في التمرين ده بس نقلل التمرين على العضله دي عشان نحاول ان احنا نعمل بالانس غير ان طبعا انك انت الكثافه العضليه بتيجي مع الوقت لان انت عارف ان انا لاعب جديد يعني ممارس جديد في اللعبه فبتيجي مع الوقت فانا عايز اعرف هو ازاي بيتعامل مع محمد شعبان وهل محمد شعبان بني ادم سهل في التعامل والتدريب وبيسمع كلام ولا لا Hello, sir. How are you? I'm great. How about yourself? So, I mean, I love this kid. He's great. He has a phenomenal attitude. He's always train. He don't make complaints, nothing. He comes to train. He shows up all the time. That's all I need. What's about Muhammad Sha'ban specifically? What's, like, what make him stand out from the others? His love for the sport. Yeah. He really loved what he does, and he put 100% in it. So, I got to give him 100% back. Wow. And what about his physique? For now, if they give him a shot, he'll be right up there. He'll be right up there. But they got to look at him. And here lately, they've been overlooking him, but I hope they look at him this time. He'll be moving his way up. He's great physique. If we, like, talk about the top 10, where he will place? It's hard to say because I'm not sure about who I was going in. But if they look at him, he'll be up in the top 10 easy. Not 10th, but he'll be up in the top 10. So you're talking about anywhere from 6th, 7th, 8th. In your opinion, what Muhammad Sha'ban need to improve more in his like physique so he will gonna be
surprising all the time the judges? I think when we get a little bit more thickness, that'll be perfect. Because right now, he has no flaws. What makes Muhammad Sha'ban different more than like Sean Roden? Because what's the difference between them? There's nothing you can ask him to do that he won't try. Yeah. He's willing to try anything to get his body better. He's open-minded. He wants me to just mold him. And so that makes it easy for me. طب ايه بقى يا عمده؟ اخبارك ايه يا عمده؟ انت عامل في عمده المصريين هناك في امريكا وكل اللي يسافر يروح يقعد عند محمد شعبان. لا ده بزنس جديد ده. لا لا انا بحاول امسك الولايه. لا انا بعتبر اني بحب يعني هو ده بيت اي واحد مصري يعني بحس ان انا واحد ده واجب على اي شخص مش على محمد شعبان. بتحط نفسك في نفس الموقف ان انت بتبقى محتاج حد يساعدك لما تروح اي بلد وانت رايح بس زيارة او رايح تلعب ماتش فبتبقى محتاج اي حد لو بس يدلك على الطريق. أيوة فما بالك ان انا بشوف الناس دي كلها اخواتي وحاسس بيهم فبحاول ان انا مش بساعد حد او ده مش مني او مش من يعني ده من عند ربنا وكله بحاول اعمل الشيء اللي لما اقع في زنقه حد الاقيه موجود بس ماليش علاقه بالشخص مش بعملها عشان شخص معين او عشان حد يتكلم لا انا بعملها عشان خاطر لان كل واحد هيمر بوقت ضيقه او هيمر بوقت محتاج فيه مساعده فالاقي حد ربنا يبعت لي حد يعني ملهاش علاقه بالشخص. لو رجعنا لنقطه البيزنس تاني وشغلك في موضوع الكوكيز ده بيأثر عليك بقى كلاعب وإرادة ولا هو ايه؟ يعني اصل انت طول الوقت قاعد في وسط الكوكيز والمعمعة والسكريات هو الموضوع والحاجات. شوية الموضوع شوية صعب ان انت عندك قاعد كله كاندي والكوكيز والريحة بس مع الوقت هي تقدر تاكل بس انت عندك هدف تاني فهدفك بيخليك تستغنى عن انك تقدر تستحمل. ايوه ما هو هنا بقى انك انت الإرادة زي ما بيقولوا انك انت تكون مميز في الحتة دي يعني ما تاكل ما حدش بيضربك على ايدك انك انت ما تاكلش بس مش هتبقى محترف بس مش هتوصل تتعب النهاردة عشان خاطر لما تطلع على الستيج ما حدش يضحك عليك. صح تقدر تاكل وتقدر ما حدش يشوفك وتقدر تقول للناس كلها ان انت عامل يعني اصعب دايت في الدنيا بس هتبقى بتكذب على نفسك احساسك بقى انا هاخدك في رحلة وننط في طيارة وننزل على مصر. طب احنا ركبنا طيارة ونزلنا جينا مصر وبتاع ايه بقى كانت فكرة ان انت تلعب ماتش جوه مصر وكانت اعتقد ده كان هيبقى اول ماتش ليك؟ اول ماتش في حياتي العبه في مصر فعلا لان انا بدأت بره في 2016 وما نزلتش مصر لعبت دي برضو من ضمن المفاجآت ان حياتك الرياضية جوه لعبت لها اكثر من 5 سنين على بعض يعني كلها 5 سنين وكلها بره مصر ما يعني انا لعبت مصر عشان اكون يعني دفاع او زي ما بيقولوا خط الدفاع بتاعنا ان طالما الموضوع ان يبقى في حد اجنبي فلازم يكون حد مصري واقف موجود مع احترامي لكل الموجودين كلهم اكبر مني ويعني انا بحترمهم لا المصريين عامه اللي شاركوا يعني كلهم لازم اجانب جاي تلعب على ارضنا كلهم محترمين وكلهم محترفين كبار وافضل مني كمان ولكن انا حس يعني ايه اسم موجود ان لا لازم اكون هنا انا والدفاع انا الواجهه اللي هتكون تصد معاهم بحيث ان احنا ننجح الموضوع وماتشنا ينجح. شفت انت الماتش ازاي بتاعك كتنظيم كي او برو كلمني عن الماتش كتنظيم عجبني طبعا كل حاجه وخصوصا ان كان في كواليس صعبه جدا ان هو تم فانا بعتبره نجح بشكل 100% لان ده شيء يعني انا بفتخر بيه اني يكون عندي اول بطوله في مصر وقلت الكلام ده كم مره وانا من الناس اللي كنت بحاول اعمل ماركت وتسويق للبطوله بكل السبل يعني ان احنا عند الناس تيجي وتشوف بلدنا وان الماتش ينجح عشان نقدر نكمل لان هذا بدايه الطريق. كلمني عن جمال الستيج انا بصراحه ما شفتوش بره يعني دايما احنا بنشوف مترين ولا 3 متر مثلا وعندنا بانر من ورا لا الاستيج كان حلو شفت الشاشات والاضاءه كل حاجه والاضاءه والناس يعني كل حاجه كانت داخل الاستيج وداخل المكان نفسه كقاعه ممتاز جدا طبعا
بغض النظر برضو ان في ضغوطات تانية لو ما كانش موجودة كان الموضوع ظهر بشكل افضل. ايوه انا كنتش هيشوف ان هيبقى فيه الجمهور كان هيبقى اكتر، بس طبعا عشان الجمهور هيبقى اكتر كان هيبقى التنظيم عدد معين، بس التنظيم كان هيبقى افضل. ما كانش هيبقى فيه ستريس، كانت هتبقى الناس مرتاحة بالظبط، فده كان هيعود عليهم ان الموضوع يظهر بشكل افضل بكتير. انا عايز اقول لك ان التيكت اتحطت بعديها بساعتين التيكت اتباعت كلها، لان ما كانش فيه وقت يعني. ففي كواليس ما نقدرش نخش فيها قوي، بس الموضوع نجح بشكل. انا شايف ان يعني السنه دي 2021 كي او برو تفوقت على مهرجان اولمبيا بتاع 2020 في كذا حاجه، في حاجات كتير قوي. وحسيت بالجمهور وحسيت بقد ايه اكيد طبعا لكل اللي قاعد بيشجعك تفهمني، كل فكل الجمهور معاك، فدي وانك ظهرت بشكل حلو بغض النظر عن اي نتيجه. انت عملت مركز تاني ده حلو واخد، وبعدين في برايس يعني قوي يعني 100,000 جنيه برضه الرقم. انت ظهرت بشكل حلو بغض النظر عن النتيجة، واي حد من حق بيزعل، هو اي حد بيزعل من النتيجة يعني. في ناس شافت محمد شعبان زعل شوية، عادي لازم محمد شعبان يزعل عشان يقدر يجي بشكل افضل. هو مش بيزعل ان ده اخر المطاف، مش اعتراض على مش اعتراض يعني. خلاص الموضوع بسيط، ولكن ان هو عايز هيجي ازاي بعد كده، هيظهر على الستيج ازاي. لان الموضوع كان السنة دي خمس ماتشات مركز تاني مركز رابع، فالموضوع كان شويه صعب. لا هنا في حاجه بقى، تعالى نشوف، انا عايز اكسب بقى المره الجايه. فعايز اكسب لازم اظهر بشكل كويس. ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا محتاجه، ايه اللي انا محتاج اطوره. هو ده الزعل، هو الزعل بيجي في وقت بعدين بتفكر انا خسرت ليه مثلا، محتاج كذا وكذا وكذا، خلاص تعالى نشتغل على كده. ايه بقى الخطه اللي جايه؟ احنا لازم تلعب ماتش تكسب فيه، او هتبتدي تجمع نفس الموضوع؟ لا ان شاء الله، بس انت ان شاء الله ان شاء الله المره دي هنعمل اوف سيزون كويس، بعدين ان احنا نلعب ماتش، نحدد ماتش ان احنا ان شاء الله. بس اوف سيزون انت مش محتاج تزيد تاني يا محمد، انت خلاص. لا يعني هتزيد محتاج تكنس في الظهر، انك انت تجيب كثافه اكتر في الظهر، محتاج الخلفيات بتاع رجلك، لان عند الكوادر احنا كمصريين كلنا عندنا كوادر سيبس كبيره، هي العضلات الاماميه، العضلات الاماميه فاحنا محتاجين خلفيه تزيد شويه، البطاط يزيد شويه، عشان السمانات عشان تزيد شويه، عشان البالانس او التوازن. هي ملهاش علاقه بالتحكيم، ولكن من الشكل الجمالي. هي سواعد وسمانات خارج التحكيم، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل الزياده دي، تعدل السايز من فوق شويه عشان رجلك كبيره. يعني الماتش الجاي لما اجي اتفرج انا هبقى شايف ان احنا بنتكلم على السمانه، بنتكلم على الدراع، على الدراع، على كثافات في الظهر وخلفيات الرجل. خلفيات الرجل دول الحاجات اللي احنا النهارده هنشتغل عليهم 100%، ان احنا نحاول نظهر بشكل مختلف. فده اللي هنقدمه المره الجايه، ولكن مفيش يعني مفيش رجوع لورا يعني. احنا خلاص
احساسك ايه بالجمهور المصري وهو قاعد بيتفرج عليك؟ انا بصراحه انبهرت بالجمهور المصري. انت ما يمكن ما حضرتش الواقعه دي طبعا، انت كنت باك ستيج، بس في لاعب طلع عمل عرض على المزيكا الاوبراليه وهو مش لاعب، مش مصري، اجنبي، الجمهور تفاعل معاه تفاعل، انا بصراحه انا قلت ايه العظمه دي يا جماعه، يعني اكنهم بيتفرجوا على مسرح او بيتفرجوا على حاجه في دار الاوبرا وبتاع. الجمهور كان الجمهور عالمي. المصري احنا اساسا، قول لي بقى، احنا اساسا شعب عاطفي وعنده الطيبه والعاطفه يعني شويه افضل كتير عن اي شعب تاني في العالم يعني. فهم بيتعاطفوا مع اي شخص على الستيج، مقدرين تعبه. انت بتتعاطف مع اي موهبه على الستيج، مش بس بتاع، بغض النظر بس مش المصريين بس، لا احنا شعب بنشجع اي حد. لا بس انا حسيت، انا حسيت ان احنا فعلا العرض او المسرح بيقدم فن والناس والجمهور بتشجع منجذب ليه او مقدره الفن ده يعني. دي كانت برضو لقطه من اللقطات اللي انا وقفت عندها يعني. لا انا حسيت الجمهور بشكل مختلف، انا معايا الجمهور كله. ايوه صح، يعني صح. غير بره انت معاك، ممكن معاك اهلك، معاك اصحابك، معاك شويه فانز بسيط، لكن هنا انت الجمهور كله بتاعك. ايوه صح، دي صح. كل الناس دي كلها عايزه تتفرج عليك. صح. فكان همك كله انك ازاي تظهر للناس دي شكلك كويس، انك تظهر بلدك بشكل كويس، هو ده كان كل تفكيرك. والحمد لله ان احنا قدرنا نظهر بشكل كويس على الستيج يعني، برغم بغض النظر عن التعب والمشوار الطويل ولسه جايين من اوروبا من اولمبيا فالحمد لله قدرنا نظهر بالشكل ده. وبشكر الجمهور طبعا ان هو انا لقيت نفسي معروف في مصر يعني. البركه بقى في كيو سكواد برضه عاملين شغل كويس قوي للميديا والصحافه. لا ما شاء الله من ساعه ما جيت وانت لقاءات تلفزيون وكده، فلا عاملين شغل كويس يعني، مسلطين الضوء على اللعبه بشكل حلو يعني. اللعبه انا شايف انها السنه دي السنه الجايه هتاخد شكل كبير قوي في مصر، حاجه جديده الناس تشوفها، ناس تعجب الناس، تعجب الحكام، ما تسيبش ثغرات الناس تتكلم عليها. الحكام طلبوا عدوا لك الفيدباك اللي انت محتاجه بعد التفاصيل اللي لازم تتغير عشان تقدر تظهر بشكل جديد يعني. هي دي اللي احنا ان شاء الله نشتغل على الفتره الجايه ونقدر نحققها باذن الله. ان اللي احنا عملناه في 2021 لو عملناه في 2022 هيكون طفره كبيره قوي وهيكون في فرق جامد قوي. يعني لو احنا عملنا نفس التطور ده، احنا زايدين في 2021 20 باوند. فلو احنا جبنا 20 باوند اللي هو في مقام 9 كيلو تقريبا فلو 10 كيلو فلو احنا جينا بس من 15 باوند زياده لو احنا بقينا على الستيج 255 باوند هيكون الموضوع مختلف خالص. فده اللي احنا شغالين عليه، وده اللي قعدنا بعد بطوله مصر انا والمدرب وتشارلز واتكلمنا وبدانا على كده ان شاء الله. انا مبسوط ان انا معاك. ده انت اللي شرفتني في الجمال اللي احنا فيه ده، انا بجد يعني حاجه اتشرفت بيها قوي. انت اللي شرفتني. لفينا العالم، اعتقد ان احنا لفينا العالم انا وانت. يعني كده مشوار طويل. لا بس هنا الطبيعه والناس والاحساس مختلف. سعيد انت شرفتني حبيبي في بيت المتواضع، في مكاني، في الحاجه البسيطه دي اللي هي بتظهر الطبيعه بجمالها، الطبيعه جمال الطبيعه من غير تغيير. أي يعني أي لسه باصولها يعني. فسعيد اني شفتك النهارده، شرفتني، واتمنى الزياره تتكرر تاني اكيد. اهم حاجه ترجع تاني هنا، بس اهم حاجه ترجع تاني. تعال يلا.